بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، ورتب على ذلك جزيل الأجر والثواب والغفران، وصلى الله على عبده ورسوله المبعوث للإنس والجان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معتو بكيو يلا فايلسنيه يلي نبيل عليه الصلاة والسلام صلاتك ينغينا يلا كالو بتنكاه السرنيقة مدلو إدن نمي أيام مباركات بارك لعنكيها كاك مدوله تو وقتي إدن نمي الدورو كوي. الحمد لله على ذلك، ووقت يلي نهي حيمي يلا فاتتنا فايلسنا سارسنا هاي إدن نمي نهار سيتا بنات ندنن عشر ذي الحجة كا ذي الحجة لسكا نهار سيتا بنات الدنني وتبنا الدنيا ايرو ركينكي هي سيه يلي النبي عليه الصلاه والسلام اي وتبنا كدت كادو دايسه تنايرو يوم عرفه دي سته تنهيا ادتنا كه نادغن هاي عرفا رسوما نما يلي النبي عليه الصلاه والسلام احتسب يلا عاقتما قد سنتك يما تو سنتي زم بحبتي عرفا رسوما سيه انم سغل الله رسوما سيه انم هو يلي نما سنتي زم بحبما يلك عاقيتا هاد حكوية اللي فرموت عليه الصلاة والسلام كان يصوم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون، والمسلمون إلى قيام الساعة صوم لآير سنة صوموا، لكن قد أجري لي من سبتها واجب كان ويتوى فردي كان ويتوى حبان صومهن مد لي من سبتها يمعتو بكوي دو عدي عرفا يرو قد يروي تدي يبنو أينما عيد إتيابان فرق سجمع عيد حاجد من قم وره نوبه عرفك هذا نوهاي سنكا يلي فرموت السنكا بايك ونهن ما يبولاتي تكمن نوسان ما أي سكرة يناه. ومن هذا الباب أضحية عرف الله عدانه نينم عرف الله حمد عدقوم يا بيو، لأن سينما عرفك طبعا كنو الحي دراميني دارينيه نلقعتو بدل سريكة بدا كبوك كيانيه أمري مكينا أبا يالفيته لقعلي حينيه نسرينا عيده دامتانا، لكن يلي كحنك ينك الديني كم مالك بركة الديني كن دايلا يكادو مسوس الديني يلي يلا تو أبانا أبيني من يلا دايوانا ما أبا بلا دقوم صلحته تني من سبتها أضحيتك كيانا ما سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم سنتاي ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي محمد كادو سنة عرف الله عدانم. وقد أمر إبراهيم الخليل نبي الله إبراهيم أمرتمه والذي أمره والله جل وعلا يلي كان أمر سيه نبي الله إبراهيم بأن يذبح ابنه الذي وهبه الله تعالى يلي كاي حيا كاي بدا عرف إدا سيدكاكي عرف إدا ما كو بدا أكاكي يمي يلي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم يلي بدا كاي حيمي وسوق عمرك يكدك غيرا بعدما بلغ من السن عتيا ناكر إذا التقفك سرى كاي حيا بدا عرفها عداه كاكي. وكان ذلك اختبارا وبلاء عظيما يلي كاتبه مكروك فقعو يلي كاتبه كاكا بيسو، لكن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أنه ينجح بهذا الاختبار اختبار الأنجح لم كاكا روكو كاكبي. وقد نجح في هذا الاختبار واختبار الكادو كو يسلمه كما قال سبحانه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبرو كو أسكودم قبل بس نهو هي وعدي يبو تبل مبا أنو يو يسبرنه هيو جيتو يلي كو كبا يميل. فلما أسلم الأب والإب عدنا وكاك عدنا من كه بدأ إسك عدنا وكا عدنا بدين كه يلي كان يلا همره أفي تحيه هني هني وعدي وتله للجبين مسك هذا عرق هاي وعدي إيه يا نما نبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام يبوا رحمة الله يكون تماتن بيحتاج مسك هذا يطبطق حاتي عرق يومه هنا يا كم ببلسك أفا فيه عداه
ثاني يو عيداي ثاني يلو البياهير هاي توكلي كا عدام القبك اللي هي وعدي يلي سبحانه وتعالى أحوكك نبهت الربي وناديناه أي إبراهيم كاكيل فقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم توعدي حدوك كا حلالي هكاك رعت ويتا مسلمين كادوا سنته رعوها يعني اللحاء يلا عرانا كوبسي مرود أو كان ليس قودي كلا رحتا قلي مرود كاك مكة يلي سبحانه وتعالى فداه الله تعالى يلي وبرحته وابا فرم أبينم يكيه بكبشين عظيمين نم مروي من الجنة جنتك با يلي نم مرويو تهوك سعكا كيسوه هي إديه فأصبحت سنة بعده نبي الله إبراهيم قمدلو سنتك سنة الأنبياء وسنة أتباع الأنبياء أنبياءك أنبياءك تيها مري أبا ميا يلا تلدى يوهيتك عرف الله إذا نمعته بكل ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل توقو دير يلا تلدى يوانا تكتكيه مشروعا في جميع الأمم توقو مدو الأمه يمر لا إنكي قتوته عرف الله إذا نم قال ربنا عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقوله ولكل أمة يانما تسحسه يانما علماء أن هذا لجميع الأمم إن كيتا أمتي يقولوا يلي قتو سنتكيه يان جعلنا منسكا يانما يريقون دمن عبل حرانم عرفه عبل حرانم سعدانما يلي مدعهته قمدلوه توه قدر يبا يلي سبحانه وتعالى وعدانه اللي حكا حدود فرملي أبلت فرملي يسي قرآن لي كابل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أبل تقحتكي أبل كاهي حيقينو لي حدودك كي إله يمر هفتو أبي يلي محاي أعدن مقوقتا محاي أبا يم أبنوسك وهبناي أبنوسا أبنكها بم يلق ميسيك إنن كادو ولكن يناله التقوى منكم يلق ميسيك تحيم كاي يوامر السن كاي كاي غير التايسيم الدقي يرحوك يلا دايونم كنتون كي كون أبسي فرام تقدم منكوك يبلين فرام بس ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إيمي إن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله يلي أمر السن عوسى الدهين يمكن كي فللوك يلا تلد يوانما مسقاداك صلاته وأجل العبادات المالية مالي عبادك مدلو كرعة فللو كرعة ما النحر مسجدي سعدان مي قالت اللي قال عدو لا تكو ودر تكو اللي تكو وأجل العبادات البدنية يسد عافيتها دقرها بها عن عبادك كيف أي سكرعة ما الصلاة صلاة آهي وما يجتمع للعيد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات أما عيد كعيد إكاك يا نم عبادة صلاة هي بخصوصيني ودير قابوها كبر اللي مجي وأنا عبادة تتل كبر ده قد جيرك المكبر ده هي سهدك كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية فإذا كيف حدثني سرق حبري كخنوا وهي مري وهي أرجه هي تو مسجد الونة معي حسن الظن تككي قوة اليقين تككي والوثوق بما في يد الله يلي قبل تنم أصنع بانا مقفولة لهم يحدث إنك إنم يدقينك ويثبتها يلا لا سيسوك ديوانها عبادة دره محبانيا دايلوي براي حافت الوري سر له بدل كبك تنهتن الدنيا تا أو أي سنين كي مقالبتا حتى باب رحم بوله مريا تيرجي هواي دمو صدمو هكذا نرح كنتم كلبانا كنتم رح بول كلبانا يلي أتودو عبادة بتكو تكك دي ريب دور ريب الدبا يتبنا يرو إدت انتم عرف الله حاوكا قدانتي كل ساكو عايشو قدي وعايشو توسكمكي كل حبة يخمل أجريكوه با وكل أسوك عيدة دحال أجريكوه وبركة دلقوك بداحل أجريكوه قدام تن لا عرف لحا أوين ندق لنا مكياكمي يلي سبحانه وتعالى يما فصلي لربك وانحر إسي ربي الصلاة تباي مسجد باهي فكان كثير الصحابة كثير الصلاة لربه كثير النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة يلي نبي عليه الصلاة والسلام تما أمريك ودري يلا لا عبادة من قم عبادة ريونميو أسجادية من قتنيه إسي قبت دبوك إسي قبت عرف حجه عرف بودلا إسي قبت
من ال يلي النبي عليه الصلاة والسلام إيش قبض قالك لحتن كيس دي حاجة لك في اللي زيد جاي ينقلك لحتن كيس دي حاجة لك بولو أبين مي رعتمي أمي بدعي بل علي بن أبي طالب كي رضي الله تعالى عنه أسجودي ننو ريت بدعي تدقولك عهتنهيا عدانا مي في كير مري دوجو أفي كرو كينينك بدع حاجة الدنيا كقبات مري وهو مانجو إنكِ ناك إذا أمري لو ملي معنا. طن ما فدي ما يمع توبكيو. دود دهانا مالقال دود أمري قال عدا لا دود أمري لا عدا. دو عدا دكوا برضنا إشتراكي نفدي انتقادو كين الدود وينكِ قالت مالحين نو ميانقليني سقط مالحين نو ميانقلي مالحين برد القرآن توعد. وو برادي كدل سنا لو سني متي مع المهج نتو. يبودا أنو سقط دام مدوداي. دوبك دام ما مدوداي. سهد الله هنقول لك إيه برد سكها يتم من مرحين ما ينال يكون جوفت يا ما ينال ليك نفعتته هذول ليك نفعت مراقي كنفعت وأفضل الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم أي سكرة ما قال أي قال دودوانهم لا تباه لا دودوانهم ودرا تباه ودرا إتكدل كادو فللي إللي أي شيء ودار كادو ذهبا سينم مانغو ودار فدما قال لا و يلي كرب كلانم تعبلي سبتا غيرت ديني تعبلي ما اي شكر عتم يلي ما هاي وافضل قالك الا كلك الودرين كبس لي لكن اللي كي ودار لكن وهك ارحمي عمري حد الوقت وعدي اذا بدك لحا السط يلحا دعها هي نعرفه ري دبد سنه تغبي مدع تمسي دي ح نوعي يكي وقتانم كادو وقتانم ليه أسمان هو أحسن أي سكرة تتيايا انت تبلوكا انت رفت دينتا دردتا دي كاد حدوله قبول تتاكم فردينتا هزيلك تنتا عبك تني أنه ايتم فردينتا محا هاي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تو تايستيا قبول تيا دوران ما يلاك ميسي يي تعظيم لشعائر الله يلا بايمه كنا با السكر الديني عن أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه إيما قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة مدينة لا الدولة الوحيدة في العالم وساق عالم لا دبك تنهتا إسلام دولتاي سفكني أن إسلام اللي تنهتا مدينة مري ووقت لي عرف الله قبل سقنني وساق عرفتك كغير قول رسانة مهنة بحايني ساعة لنوم سعادة الدي تتوقيتا نعك تقميه لي تعبي معي عيسو لسيسانك وقيتانا هلو أنم بربا هي دام هي بدل هي بدل أفعو كسكمكو قبلو سخنيني عرف الله دامو أين مهنناي وروكي أقبوكي حافت بربي لك رعتم اللي تبتنك إلهي سانا مهننا يا دماء كرحتا يعني تتي قبلو سخنيني وكان المسلمون يسمنون مسلمين كادو تمنها بختني قد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله يما أن الأجر في الأضحية على قدر القيمة قيمة تتككنانه قدي قلتو تتكتكيه الضابط في الأفضل من الهدي والأضحية هو الأغلى والأكثر ثمنا لك أوه تايسي حدوه تايسي عبله تايسي من قلنا التايسي مثبتها أجرك هذا ووتيك يايسي وكلما كانت البهيمة أكمل خلقة كان أفضل كانت أفضل أي شكر عدا جنو عد معانا تيليك ودير جنو معانا نقصان اللويتك أي تيك قروع ملي قاي سدي قلو ملي انت سنك ما نهتني عافية سنك ما نهتني إذا لنك كادو مندري تهتني فنهتن التنيه توعدي أي شكر عدا قلتو تيتكي فول لي ولذلك علماء ينمي وما كان أحسن منظرا فهو أفضل يبليه النمو كوي بيتك دوريتك لن ميتت به يا الها ان كنه تها قدها ما هي هدك فلحتك كو بها يا بلن تنم يشبدل لا اذا هناك كي انت تبلهت وقرف فديانا هن الها اي سكرات ولهذا يلي النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين نم مروى نم مروي عديه مروي انا كاغر حتمرين بهته نم مرعيا بكبشين نما مرويوي مرويوي أملحين أقرنين أملحي نما ما بياضه أكثر من سواده عيدك أخمان قولها ديتكي عيدك أخمان قولها إذا بدا عدو أفري بيكا يعيدتككي سنة يكا يخمتككي حندوب يكاق داحيتككي مثلا أنه تنبارو كاقدتا
تو كلي بارو كو عدو هيلا لو إيدك أخ منقول حاهيا تون لا وتجزي الشات عن واحد ريت إيدك أتيك كده إيدك إن كنوا مقرعتها كيننا أما على إيدك أما سجع إيدك ما الحين مركا دعها بسيت يسقي لك بلا إنك عدا سيت ويجي ما الحين مريسي سيد دم حسابي كويس إيدك تكك اشتراكات نلا دعها هي هاي أضحية أبونه هاي شروط شرط صحة الأضحية استمعوا الشرط ليه أولا أن تكون من بهيمة الأنعام كين إنها بهيمة الأنعام اكتكين فردين تا قد ذي وارد رعيد هاي تسبق العيد سجر رعيد ما إدمتنا إسي بهيمة الإنعام أما برسعه لحتكين فردين تا قال تكو ودر تكو قال لا تكو تهو كلهمي أضحية مريتا هي حدو تككة الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا شرعيك أما لا توحد دول سسعي الله عداي تو عمري التسعي لا أكاك عداي ينين عمري وفي ساعتك كم فردين مثلا قال أهتك أحتكي ما بلغ 5 سنين كون سنة بفي قال تكن تو عند سعي مدعاهي النبامة وما بلغ 2 في البقر لا أهتك أحتكي نما سنة لم فردين وما بلغ سنة واحدة في المعز ودره تقحتكي سنة قفته اللحى تكم فردينتا وما بلغ 6 أشهر في الضال اللي كي لحل سقفه اللحى دعها يعني الشرط الثالث سيدي حيث الشرطي عرف الله إذا نهن لحله السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء عرفك قربك التهتنيمي لحقك عدانا واسوله يكا سلام عافية لله تكم فردينتا توكل يلي فرموت عليه الصلاة والسلام أبرز العيوب لحلوك سكته يا كسيسي تو أفرم كسيسي وأفرم ديتني تلحا عرفك مدعتها سعدك مدوريناي قبايلو بتهي مقاللتت مداميناي فقال 4 لا تجوز في الأضاحي أفر لحا عرفك كوه مدعتها العوراء البين عورها قلنا يا قلناك أكبر دعاليه تن قلنا انتي قلنا للح فرسعه لحتكو قلنا للح معيدنا علماء ينمي قلنا دعوة تكاتك كي قلنا انت ملي مدعتاه نعم انت سين له والمريضة البين مرضها بيكك بدع عليه اللحي يدتني تنسعد دحري دودة سيني وو قدري بود الفير اما سنامة فرده تن بياك التلحا مدعتاه والعرجاء البين ضلعها كادكو تدقلتيا يا بيقله تنهية أي مال لحا مدعتا بيقكا بيتيتا مكوتي دي قدو قدو عدي مسوي سنه لا لأن هو لحا فيرته بارول تن عيسو أنا وايتاكا تكيكي فايو لكك إلى التمود داي دير بارو دحارته كادو عيسو لت بارول دحارته وروب تلحين ناي وونه تن أي مال لحا عرفك مدعتا هي اللي نبي عليه الصلاة والسلام بيقك بدع علي لحا إيا وعدي تت ما عبوك دحرك تترى عيسيها لحتك كي مدعتاهي أما دحري دعوة تلاها دحري دعتاه تخميه تعب لحي دقو تعبي كدما مبليوة تعبي تلكي توه الناهي لكن بيك بدأ أكاك لي يوعدي مثلنا عرقا إيانا هاي فيلا مغا دقرك مغا لحي عي دحرتان دو دسيني لحي بيك من قونا لنه سعي مريادي بيك تلاها حدوك ربك إنك بيتامك عدانك كها عرفه معدن العرجاء البين ضلعها ككيانما بحيث أنها لا تستطيع المشي مع الصحيحات وعافيتها تودره عافيتها اللي ينسع له قدو دعوة تلحا لأن العرجاء تختلف عن البهائم وعافيتها ينسع كأس برس له ملالح الدل كأنها فرته فر حرامك إذا تمود الدا يدر بارو كادو دا حيته رب تمود الدا وبارو ودي بيتكوك الحريتا وقد بتوعيت قتل السحر الرابعة في رهايتي واسوله هي العجفة التي لا تنقي عجفك كيانما هزيلة إذا التو التي لا تنقي نقيك كيانما دوحة لسنة لحقا بكالتهت اللحيا التي ذهب مخ عظامها لفق دوحة كقبك لهنية لأن دوحة لسنة تلفا بقول حدولك مسك أربخس طولها عرفك موربتا وأيضا مما ورد النهي عن الأضحية به عرفك كبانا واسولك تميتيمكي العضباء عضبك كي نهين اللحاء مدعتاهين هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها نأيتكي له دم أيتي لك حتى لكن سرك
فده هي ميتة تكتب وديا أي تيك منقوم دوكم دوكم هين نبص أي أسته هدي هنجي ده هين يا هو أي تي تاني هي كام منقوم أكاد جبا كالتة تلحا مدعتا أو أي تي هين يا جايسة لوك سوكتا جايسة كي دوكو كده بلو هين أي هين نميا منقوم جايسة كاكرات ده تلحا أكيو أي تام فدين تا ولحا مدعتا هي كله كادو مدعتاك يدعتفن العلماء تتلويتهم ميا هتمام ما يريتتني وهي التي سقط بعض أسنانها بدي نكتوكك رديهتا ريتا علماء قربيين مي إنها لا تجزي مدعتا أفوقتا نحن مس عمري أفكك مغيهر ديها اللحاء مداما لكن حدو ليه قبول ليه لأن حدوك إني مثبتها سينما هدول عتم بودي نيم أخمل ينيم هنوامه توي سبتها مدعتا هي أنا ما مشهور كتم في بعض المذاهب مذاهب حدلوي كالحنابلة دعو إنها تنكلي لكن دعتها هي أنا ما أي سكرعتها هي أنها تجزي دعتها بودينا الله عتما قريم كعافيتها تنيه دوب لي عبل لي حدولي لحا دعتها بودينا إن اختينا التيتك ردها بدنا اللواياته الناه وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله أي شكر عتمايا سلامة تنين فردينتا غاي ستيتك تنين فردينتا أي تي تنين فردينتا بدن ينين فردينتا لأنه وو كل تيتك اللي تنكسيمي لي بدنا نكو سنتي غيريم اللوايا نقصان الجمال والمنفعة تيتك منفعتي أي نكسي دقيدة دندك تنمدو داي تيتي أبلو وعدكادكو جمال على معانيك نقصان الديني سبتها وهكو أيسكو رعتم معلح وقايسكان ما وأما الجدة أما ريتتني تو ريتتو قحتكي حنحبتي ريت بكرتو تكو حنحبتي تريتاي مدعتا هي نم هي مريو ويا و دعته هي مريه مرحو أيسك رعتا لأنه أنكسهما ما لحدكها حنهنا حناي إسربوي توكي منفعتي تتعديني قدري منفعتي حدوك إني مثبتها حدوك كنقص اللوي تقدري حننقوت اللوي تماتوه إنا كان أرجنها حل ريت عرفه مدورة ودرك الدك وأما الصمعاء كادوك صمعا ما يريتتني وهي صغيرة الأذن دماكي أي سيرو لريتا أو كيعو لريتا يكت جيتينكي أي سيلو ايه كدايتي نيا فنلتنايتي كيو انا ما يمكن كدام عندايتي لي تو تو تن لايتي تلي ريتاي غينو كيا لي لغين انتني كي كلتم ملي والجما كادو غايسد ديغلو تي ابني سوغني مدي تما غايسد ديغلو هي نيا سيمو سيمو تي اللي كاتي كي ديتها دوما كيا لي تي حيوي كي ديتها ايين واما الخصي خسيه كي أنا ما سنجسل لحيف لا بأس بالوضحية ولحا أرفع إذا أنا مهاته الناهي إنكاد بل قال بعض العلماء علماء قرب إيين من كنها إنه يستحب لأن الخصاء يزيد في سمن الحيوان في سمن الحيوان ويطيب لحمه يطيب لحمه به إن كنها أي سكرعة ما لحكا لبلحك أي سكرعة قال تكي لا تكي وذر تكي أي سكرعة ما سنجاهي سنجي محله سنجي حدوف عين نعم حدوك بسوغا وسوكا هي اسم وحد قبول به السوغا حدوك ادو سلفك كلي تو يثبتها تاي سيم يلا ديو انا مفدين تام ثبتا ولا هي سي وايضا يلي فرموا تك تمي تمي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين خصيين سنغا ان ملحا هي ون ممرو عيد هي سنغا ان ملحا أي طلعنا تنم ملا عيدني كولا عيدني كلا عيدنا هنا وعدي عرف الله عيد وعدي فدلها عدي التسمية واجبة بسم الله ينهتت يسجدني مي واجبك تني وقد أمر الله تعالى بها فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه لفسق يمن سبتها بسم الله لبان ما واجبك تني بسم الله تتكيانا ويستحب التكبير مع التسمية عند الذبح يسجدني هنا وعدي كادو الله أكبر لبان ما كحنوا لي ينكي معه فيقول بسم الله والله أكبر إيم بسم الله والله أكبر إيه قبل له في كنه هي سجود مي معه وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه تمي تمي اللي فرموتي ونم مروع إيديها وعدي
ذبحهما بيده لو أن إسعيدا ما خطئس يانم بيت علماء اللي فرمت إسعيدي مع أنه سهدكين كي يسنموي كنا بقى كهبان ممكن مسبت عمر مراي ساهن سهده زين حي في اللي كان كل وينك أنت كل اللي تين تنبارلو إسعيدي اللي فرمتي هي نعرف الله ثم لا لنمسي أنا ما أدري قاه يهرامين يا أي شيء تامات غرام مديني غدا هكا كبين دور ما على تين كلو تيمي سحن عم بالمين يا صبح لا حق ليزي ها ما اي سفرعتا لكنك عرف ابي يقدرك كرمتها وسمى وكبر وكل يلي فرموتيسي يسجد وعدي بسم الله يا الله اكبر يي ووضع رجله على صفاحهما اكتي نايكاهي بدني يا نمين كا ما بدنون تسحسي لانه لحق فيلت نم يا عتمي دبك عيد وعد دبك عيد ولا حق فيلت ما عتناي بتكا يا بدني وسجو قدر فيل دغا اما دبك هي قدري كا تنغي هاي تامكا أكتي أكاكي عيته تهو يلي فرمت عليه الصلاة والسلام تيسيم يلا تلد أيوانم فردين تم أهما و عبادة إذا الله كنني من سبتها أه تيسيم كنني من سبتها بمكها رحمة السنة سعك في التي عيتنا وقمنا أي شكرا تما تهو هي ويستحب بعد قول بسم الله يانمك كي الله أكبر يانمك لك لا شكرا تما إيينك اللهم تقبل مني إيانم يربو يكبلو أو أكيم رعدي كاتيكي كي اللهم تقبل من فلان هبلو الحقق عيدنا كاي ربو كاهو قلوه كاهيانا معه والدليل على ذلك اللي فرمت عليه الصلاة والسلام بسم الله يعديه إيمي اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد غير مري إيما أكرت يدمتا غير مر توكلي إي ربو نبي محمدك محمدك أمه قلاي كاي برهمرك قلاي أحمد أمتك أقول أمانة بما هي نبي عليه الصلاة والسلام تو قدك يوك يبوده مرك يربو بنهن نمينك أقول هيه عدما أي سكرات أما وقت الذبح أمل عدانه وقت تقحتك فمن بعد صلاة العيد عد صلاة قربك مدو صلاة قربك ديري صلاة كفلا ما عدانا فمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد عد صلاة كفلا عدك تكي فإن شاته شات لحم طولها حدل حكوبنا عزومتها عد لها عد لحن عرف لحن ويستمر وقت الذبح إلى ثلاثة أيام بعد العيد عد دير سنمي سيدي حير فنها قدق سقاهي على القول الراجح من أقوال أهل العلم فتكون أيام الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده عد دير إنكي عيد سر سيدي حير أي تتأف فرير فنها عرفا مصصا ددكي عدها ومن أحكام الأضحية أضحية مدعو اكتنمي أنها تتعين بالقول تيتي يبتك ودري تعين تتمقعسك ودري مقعس انتهى بأن يقول هذه أضحية ودرك الدلبكة تري تعرف الله حنتك وتكك فإذا قال ذلك تعينت توك ودري طول حلقك ردها فلا يجوز بيعها عرف إدي مقعس لها مرامت ولا أحوه متحا حتى أمك هي مقتيني ودرك الدلس الله إسي فدل حقق بيتا تنموت وتعرفه انت لحد كوك بودامه بلي كوك جرحتيه كه تملحا عرفه مقاعس لحكك انت كك مرعتاه هي هاي عرفا يمعتو بكيو أبا سنم فدينتا أكا جرحين نم فدينتا عدي سريناي ونه تنيمي عسون أكمنا ناي واجبك تنيمي عورات يسترينيم عسون انتيك تعبية ميتكي عرفا أي سنة تني كل مطن لكن الحمد لله طوى إني مجتمع ليه هنا لا رمضان صدوم الفلباتنا الفي بين سري من كايرو نماي روح صدمة جحيتو تو سري أنو جيري سراي أما مقوي أما دامي تكيمي عرف الله حيكا قد الله ما فردين تا تو يسبتها عرف ما سوسي نم فردين تا دود دها يا مري دودو يا مري دودا مره دو عبا لأن هو مري سن قد الله حدو هينكي حقاني دمعسان الرحمة الله ولا مرغي لكين هروبانا مها حتى أتو دودينا هبين كونو انت وعدي حدوك سروي كود غدا اللو انمو وو قدي بدا يدعتم بيحتا لكن سرح توقع حتكي وو فايدة تعمل ان كم ملوه اللو انهيم توي سبتها عرفا يلي ندعسي سياي عرفا هبا لو انم فردينتا كادو عرفا هاي رسومانا عرفا لا عدانا ما تيابنهم ما عرفا هاي رسومانا ما ان شاء الله تعالى يلي نلبحي سينا مسنة زنبي وو محسبل والله سبحانه وتعالى كل ليلة أمام برباه يلي فرمت عليه الصلاة الدنيا عرنا لاي اللعوح الدلو سنتك الدل عرفها يروباه يلي سبحانه عرف أبو للا الدنيا عرنا لا عرفها مروباه
أي ملايكال ترتيرسا ملايكه تقعدكي يلي سبحانه وتعالى آدم جنيه أنساكو بنا زنبارو بيسيلكي ربو محاق انتاهي ينين وعدي إني أعلم ما لا تعلم إنسي نادقوي تانا ما عدقيه كينكي تو غدك جن بنظام هي وعدي عالم كم مينين كي يلا اللي انك توسانا هيرول اللي سولانا هين بودلا تبليني عمر محفره كي ميتي ملائكه كي يا ملائكه زم بحبتي فد تمري بس تمري جنت فد غيرك كوما غان سي تمكو كحن فد ان تحت وعدي كن سما عيسى ما ميجين ان انت مرم ماي تبليني انو سي متا ادغ سين ادغ واي تانا ما ادغ سينك مدح يو انت يا رب سبحانك الله ايانا توكلي ملائكه سما عيسى هي اتلتني دم باردلو هي آت ابنائي روي آل ساي كاملين آت ابنائي روي كون وقت سال جماعات دحر ساي عرفاي رسوم ميانما كدقل تولي أكو كل سال جماعات بانما ينات ابنائي رمان سال حج أبين حساب قلتوك ليهي حج كوك مرضا قلتوك حج أبتين كده رمان سال حج كده ليهي الحديث التميتم يلي فرمت عليه الصلاة والسلام أي بارك الله لي ولكم ونفعني به وإياكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يبين مكتاي سمي بياه يا مريالي نابعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.